أكد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المسحة التي أجراها أحمد فتحي نجم الأهلي ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كورونا الذي أصيبت به زوجته وبناته. وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي عبر الأون سبورت: تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحي أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية فيما كانت إيجابية لزوجته وبناته، وبالتالي سوف يخضعون لفترة عزل صحي لمدة 14 يوما. وأضاف أحمد شوبير: حالة زوجة أحمد فتحي وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام. ونشر الصورة ديت لأحمد فتحي وزوجته وبناته، ربنا يشفيهم ويعومهم بالسلامة، وكتب عليها ألف سلامة على زوجة الكابتن أحمد فتحي وبناته، ربنا يشفيهم على خير بإذن الله. الحمد لله الكابتن أحمد فتحي سليم تماما من 9 ساعات النهاردة الأربع 3/6/2020. كتب عليها القدر أن يقتصر ظهورها على المواقف الصعبة والدقيقة، فدائما ما تكون إطلالات زوجات لاعبي كرة القدم في مصر مقتصرة على رواية قصص الحب والأكلات المفضلة وغيرها، إلا أن الأمر جاء مختلفا تماما مع السيدة نورة إسماعيل زوجة أحمد فتحي. وعلى فترات متباعدة تطل نورة زوجة اللاعب أحمد فتحي على وسائل الإعلام مسخرة حياتها في الدفاع عن شريك حياتها في أصعب ظروفه، فهي بمثابة خط الدفاع الأول عنه. في أواخر عام 2012 حاول بعض من مشجعي ألتراس أهلاوي الاعتداء على لاعبي فريقهم خلال التدريبات إلى حد محاصرتهم ومنع خروج أي منهم لساعات. وخلال هذه الظروف العصيبة أجرت نورة مداخلة هاتفية مع الكابتن حازم إمام مقدم برنامج الكرة مع الحياة وقتها، وشنت هجوما واسعا على مشجعي الألتراس. وكشفت نورة خلال المداخلة أن زوجها دائما ما يتعرض لمضايقات من هؤلاء الشباب خلال تجوله في الشوارع، حتى وصل الأمر إلى سبه أمام ابنته في إحدى المرات، وقالت: دي بلطجة وقلة أدب، كل ما نروح في حتة يقلوا أدبهم علينا، هاين علي أنزل من البيت وأروح له. ودي صور ليهم مع بعض، صور جميلة ورومانسية، ربنا يخليهم لبعض. وهنشوف دفعت عنه في إيه تاني. في عام 2014 رحل أحمد فتحي عن صفوف النادي الأهلي موقعا عقدا يمتد ل3 سنوات مع فريق أم صلال، مما وضعه في أزمة لاحترافه في دولة قطر. وكعادتها دافعت نورة عن زوجها من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مستنكرة التشكيك في وطنية أحمد فتحي بعد تداول إشاعات بحصوله على الجنسية القطرية، وقالت: كده حرام وظلم، ده احتراف يا جماعة، ليه الموضوع يتحول من احتراف لجنسية؟ وأردفت نورة: أحمد تمنى الاحتراف خارج مصر منذ تواجده في النادي الإسماعيلي وهو أهلاوي، وكان بيستغنى عن حلم الاحتراف عشان خاطر النادي الأهلي. ولأن ظهورها دائما ما يأتي في أوقات الشدائد، عادت نورة إلى الأضواء مجددا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 بعد إعلانها عن إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت نورة عبر حسابها الشخصي بموقع الفيسبوك: ادعوا لنا، احنا كورونا كورونا، أنا وبناتي، ربنا يشفيهم ويعومهم بالسلامة. هنا صور أحمد فهمي مع زوجته وبنته.
وهنشوف أسرار تانية عنه وإزاي يتعرف عليها. أحمد فتحي شخصية مختلفة تماما عن أغلب زملائه، فلا يخرج معهم ولا يذهب للسهر أو العشاء برفقتهم، ولا يستمتع بأوقاته سوى بالفسحة والخروج والسهر مع زوجته التي تمتلك كل مفاتيح السعادة الخاصة به. تعرف الجوكر على زوجته عن طريق أحد أصدقائه، وتعامل معها في البدايات كأخته كما يقول المقربون منه، ومع الوقت بدأ يشعر بالراحة ناحيته، ولثقته في أخلاقها والمنزل الذي تربت فيه لم يتردد في التقدم للزواج منها. له ابنتان هما ملك وخديجة، ويرتبط بهما بشكل كبير للغاية، ويستمتع بقضاء أطول فترة معهما في المنزل. ربنا يخليهم لبعض ويشفيهم إن شاء الله. وهنشوف مين كمان دلوقتي أصيب بكورونا. هنا صورة لي مع عصام الحضري وزوجته. أعلن المخرج الكبير محمد فاضل مساء الاثنين 1 يونيو 2020 إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بموقع الفيسبوك: للأسف كورونا وصل لبيتي، شقيقتي الصغرى وابنها. لا أكتب هذا بأي هدف إلا إثبات أن كلامي في هذا الموضوع عن معرفة وليس من الفيسبوك، وطبعا لن أقول أي شيء، ولكنني كمحب للوطن حزين حزين جدا لما عرفته وصادفته. وده البوست اللي حطه: للأسف الكورونا وصلت لبيتي، شقيقتي الصغرى وابنها. ربنا يطمنوا عليهم. طبعا معروف ان المخرج الكبير محمد فاضل هو زوج الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد. ربنا يعدي الأزمة دي بسلام إن شاء الله. وكان قد أعلن عدد من الإعلاميين إصابتهم بفيروس كورونا الأيام الماضية، آخرهم المذيعة دينا حويدة المشاركة في تقديم برنامج It's Showtime المذاع على قناة سي بي سي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: شباب، لقد أجريت اختبار فيروس كورونا واكتشفت إنها إيجابية، برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتوا معي خلال الأسبوع الماضي. هنا مع مها الصغير اللي هي زوجة أحمد السقا، وهي بتقدم معاها البرنامج على السي بي سي. ديت دينا حوايدك، ربنا يشفيها ويعافيها إن شاء الله وترجع بالسلامة. وكان الإعلامي كريم رمزي مقدم برامج بقناة الأون تايم سبورت أعلن أيضا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. حيث كتب ذلك خلال منشور على حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك: كورونا إيجاب، الحمد لله دعواتكم. ده الإعلامي كريم، ربنا يشفيه ويعومه بالسلامة. يا جماعة الموضوع خطير محدش يستهون بيه. ومن ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم ترى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبحضور حمدي الشناوي أمين محكمة ترى يوم الاثنين 1/6/2020 تأجيل محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة لواحد يوليو لحضور المتهم بشخصه. وأثناء الجلسة حضرت شقيقته وقدمت شهادة طبية تفيد إصابة شقيقها المهندس ممدوح حمزة بفيروس كورونا وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات، ولم يكن هارب خارج البلاد كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. موجود في مصر وللأسف أصيب بفيروس كورونا برضو. ربنا يشفيه ويعومه بالسلامة.
ومن ناحية أخرى رحل عن عالمنا واجد خان عن عمر ناهز 42 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو واحد من أبرز ملحني أغاني رقصات أفلام بوليود، وكان يعاني من مشكلة في الكليتين بعد إصابته بسكتة قلبية كما قال شقيقه. وعرف الملحن الهندي واجد خان من خلال تعاونه مع شقيقه الملحن والمخرج الموسيقي ساجد خان، واشتهر معا باسم الشهرة الفني ساجد واجد. يشار إلى أن آخر أعمال واجد خان قبل رحيله قيامه بتلحين عدد من أغنيات فيلم دابانج 3 للنجم سلمان خان مع شقيقه، والذي طرح عام 2019 الماضي. ونعى أسطورة بوليود أميتاب باتشان الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلا: صدمت من رحيل واجد خان، موهبة وابتسامة مشرقة تزول، أدعية وصلوات وتعزية. ونعاه أيضا الممثل والمنتج سلمان خان، والذي كتب عبر حسابه على موقع تويتر: سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائما كشخص وموهبة. ده واجد خان مع أسرته، مراته وأطفاله الله يرحمه. فيروس كورونا ما سابش. الفنانة المصرية نهال نبيل ووالدتها للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية، وعزلتا في المنزل إلى حين استقرار صحتهما. وكانت مي فاروق أولى الفنانات اللواتي تواصلن مع نهال، ويذكر أن نهال طرحت العام الماضي ألبوما غنيا بعنوان مفاجأة، كما شاركت أخيرا في إخراج كليب الفنانة أصالة شامخ. واشتهرت نهال بتتر مسلسل سارة، والذي كانت بطلته الفنانة حنان ترك. دي نهال نبيل، ودي صور تانية ليها، وهنشوف مين كمان أصيب بفيروس كورونا. كورونا بيتوحش ويضرب الوسط الفني في كتير من أعضائه، حيث ضربت كورونا الوسط الفني المصري خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة. البداية كانت مع الفنانة رولا محمود، والتي تعيش في إنجلترا، ثم الفنانة رجاء الجداوي التي لا تزال تعاني من الفيروس. وتعد نهال نبيل أول حالة تصاب بكورونا في الوسط الغنائي المصري. دي رولا محمود اللي هي عايشة في إنجلترا، هي ممثلة مصرية أصلا. ودي طبعا الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ربنا يشفيها، وهنشوف معلومات عنها بعد شوية. ومن ناحية أخرى أعلن المخرج أحمد حسين عبر حسابه على الفيسبوك إصابته أيضا بفيروس كورونا قائلا: الحمد لله طلع عندي كورونا. أي حد اتعامل معايا الأسبوعين اللي فاتوا ياخد باله، ويا ريت يعزل نفسه، وانا اسف لو كنت سبب في عدوى لاي حد، وربنا يسترها على كل الناس. اعمال عديدة شارك المخرج احمد حسين في اخراجها، من بينها اعلان لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي لاحدى شركات البترول، والذي عرض منتصف شهر رمضان، ولم يكن من المخالطين له في الفترة الأخيرة، حيث أن الإعلان صور قبل وقف حركة الطيران بفترة. ويروي حسين للوطن أعراض الإصابة قائلا أنها بدأت في الظهور عليها تدريجيا منذ آخر يوم في شهر رمضان بزكام واحتقان شديدين، وفي اليوم التالي أول أيام العيد زادت الأعراض بكحة وتكسير في العظام، وفي ثاني أيام العيد ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير. زوجة حسين التي تعمل طبيبة انتبهت للأعراض التي تزيد تدريجيا،
وطلبت منه عزل نفسه منذ اليوم الأول حتى تأكدت إصابته. للأسف ربنا يشفيه. دي الصورة اللي ليه مع محمد صلاح، وهنشوف مين كمان أصيب من المذيعين دلوقتي. من ناحية أخرى أصيبت أيضا الإعلامية إلهام نمر بشاشة القناة الأولى بمسبيره بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عزل إلهام وتلقي العلاج وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة لمواجهة الفيروس. ربنا يشفيها ويهمها بالسلامة. النهاردة سجلوا 1536 إصابة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة، ده أعلى رقم سجل حتى الآن، ربنا يستر. أيضا اتكتب إصابة عمرو صلاح مذيع نغم اف ام بفيروس كورونا، ده تاني مذيع شفناه دلوقتي، وهنشوف برضو في مذيعتين شهيرتين دلوقتي هنشوفهم مين هم. أكدت مصادر خاصة اليوم الأحد 31 مايو 2020 إصابة الإعلامية ريهام السهلي بفيروس كورونا المستجد. وتابعت المصادر في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن الإعلامية ريهام السهلي تتواجد حاليا بأحد مستشفيات العزل، وأن حالتها الصحية بخير ومستقرة تماما. دي ريهام السهلي، إعلامية معروفة ومتميزة الكل يعرفها، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. والكثير لا يعرف أن الإعلامية ريهام السهلي لها قريبة تعمل في مجال الإعلام، بل تعد أحد أبرز الإعلاميات في الوطن العربي وعلى الساحة المصرية، وأهم الأصوات التي كبرنا عليها. الإعلامية المخضرمة التي نتحدث عنها هي سناء منصور. سناء منصور تبنت ابنة شقيقتها الإعلامية ريهام السهلي عمليا، حتى أصبحت ريهام السهلي من الإعلاميات الشهيرات حاليا. طبعا كلنا عارفين سناء منصور دي خالة ريهام السهلي، كتير معرفوش المعلومة دي. وهنشوف بعد شوية أنا مع السفير عمرو رمضان، وهنشوف مين الإعلامية التانية اللي أصيبت بفيروس كورونا. من ناحية أخرى أعلنت المذيعة بقناة إكسترا نيوز آية عبد الرحمن عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت آية عبد الرحمن عبر حسابها على الفيسبوك: الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، ببلغكم الخبر ده عشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيا اني واثقة ان ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وهرجع احكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا. وده البوست اللي حطيته اليوم 31/5/2020 من ساعتين فقط، والاخبار وكل الصحف تناولت البوست دهوت، وكتبت مذيعة اكسترا نيوز آية عبد الرحمن تعلن إصابتها بفيروس كورونا. دخلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي العناية المركزة في مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية والمخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد فجر اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 عقب تدهور حالتها الصحية. وقالت مصادر طبية داخل المستشفى أن الفنانة رجاء الجداوي شعرت في الساعة الثالثة والنصف فجرا بضيق في التنفس وألم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، وبقياس نسبة الأكسجين في الدم تراوحت نسبته من 87 ل 89، وعلى الفور تم نقلها لغرفة العناية المركزة. ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب.